احنا نقول له الحمد لله كي رجع الرئيس تاعنا في لبان ولباس بصحة جيدة، نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، وان شاء الله نشوفوا 2021 تكون الجزائر الجديدة الحقيقية، وان شاء الله تكون معنا حركة اقتصادية وحركة أمنية وحركة ثقافية في كل الأنشطة على كل السعد. بمناسبة عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن سالما غانما، نتمنى له التوفيق لإتمام مهامه. نحمد الله عز وجل على عودة السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن، كما نهنئ الشعب الجزائري بعودة السيد الرئيس من أجل استكمال كل مخططاته من أجل تنمية الجزائر. إن شاء الله نتمنى كل توفيق للسيد الرئيس وكل طاقم الحكومة المرافق له، وإن شاء الله دوام الصحة والعافية لكل الشعب الجزائري.